منذ افتتاحه قبل نحو عقدين من الزمن، يستقطب مسجد محمد السادس أعداداً كبيرة من المصلين تحج إليه من مختلف أنحاء المدينة. ويمثل المسجد الحديث النشأة بالنسبة للساكنة المكنسية معلمة إنسانية وحضارية تبرز مدى الاهتمام الكبير الذي تحظى به دور العبادة بالمغرب، فضلاً عما يعكسه الجامع من إشعاع ديني وروحي متواصل. وتتجسد بجامع محمد السادس مهارة الفن المعماري والهندسة والزخرفة المغربية التي تجمع ما بين الطابع التقليدي والحديث، إذ تفننت أيادي الصناع والحرفيين المغاربة في إخراج معلمة دينية شامخة في قلب العاصمة الإسماعيلية تغري الناظرين وتجذب الزائرين من كل مكان للوقوف على هذا الصرح المعماري الفريد. ويحتل المسجد المقام الثاني بعد الجامع الأعظم بالعاصمة الإسماعيلية، ويتكون من قاعة للصلاة وجناح خاص بالرجال وآخر بالنساء، ويقدم في الأيام العادية دروساً في الوعظ والإرشاد ومحو الأمية، كما يساهم المسجد في تأطير الحجاج الراغبين في حج بيت الله الحرام. وأشرف جلالة الملك محمد السادس في شهر رمضان من عام 1422 هجرية الموافق للرابع عشر من دجنبر 2001 على تدشين المسجد الذي يقع بحي المنظر الجميل على شارع الأندلس، ويتسع الجامع لحوالي 4500 مصل، ويمكن الولوج إليه من إحدى أبوابه السبعة.